دماغ. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. علامات حمدي حضرتك علي اتفضل. علامات حمدي في الدور ده اللي هو الناظر اللي لابسوا جلابيه ودخلوه وقعدوا يضربوه ودخلوه الزنزانه. اعظم ادوارك يا عماد يا حمدي في هذا الفيلم. وعماد حمدي طبعا عمل له خان خليلي قبل كده. اكيد طبعا. لماذا تميز ادب نجيب محفوظ في السينما ولم يتميز في التلفزيون بنفس القدر برغم المحاولات؟ ما هي القوه هنا قوه كاتب النص. لكن في برضه على فكره كتاب نص مهمين جدا عملوا له الثلاثيه في التلفزيون وكانت مهمه جدا. بس مش يعني مش بنفس القوه. عمل متميز جدا، بس دايما يقال ثلاثيه في السينما، ثلاثيه ودايما طبعا كان في في السينما. مقارنه، صلاح طبعا. السعداني ولا عبد المنعم ابراهيم مش عارف مين لا ولا لا مين، لا يعني هو كان طبعا، دايما في المقارنه. لا لا هو طبعا يحيى شاهين، عبد المنعم ابراهيم. لا عبد المنعم ابراهيم، عبد المنعم ابراهيم لو لم يمثل الا شخصيه ياسين في بين القصرين وفي قصر الشوق وفي السكريه ما هو بشكل خاص. لماذا ان السينما كانت اقوى تاثيرا على وجدان انا اعتقد الثقافه المصريه في ادم نجيب ان ده محفوظ؟ يرجع الى قوه النص. النص مكتوب بشكل مركز، واكتر اللي كتبوه كانوا فاهمين قوي ليه الفلسفه بتاعت نجيب محفوظ. لكن المط الطويل في مسلسلات التلفزيون والاضافات الشديده بتبقى عامله زي بالظبط انت عندك سائل مركز المفروض تشربه، فتحط عليه كل شويه ميه، كل شويه ميه بتخففه، فقد طعم. مثلا عصير تفاح، مثلا عصير مانجا، بس مثلا بتخفف. روايه زي حديث صباح ومساء الناس على حلقات في الاهرام بعد كده تم تحويلها للتلفزيون، ما هي دي روايه ماده خصبه جدا هي ما كانتش وكان سيئة بالعكس قوي. الاحداث يعني، بس كانت الاحداث متلاحقه زياده عن اللزوم بدرجه غريبه. انا ما اقدرش اتفق معاك في دي لان انا ما اتعملش سينما. فممكن لو اتعمل سينما اقول بيبقى السينما احسن من التلفزيون. لكن زي ما بتقول حضرتك الثلاثيه السينمائيه كانت اقوى بكثير من الثلاثيه التلفزيونيه، رغم ان كان فيها محمود مرسي على سبيل المثال. لكن يحيى شاهين، لا يحيى شاهين حد تاني طيب مختلف. اخيرا يا فندم، واعتقد ان ده بجد والله يعني انا شايف ان ده حقيقي كتاب متميز جدا لان احنا كشباب كمان عشان احنا بنستسهل دايما نتفرج، واعتقد ان جزء كبير مننا بصراحه كده شديده جدا يمكن اكيد اتفرج على افلام الكاتب الكبير نجيب محفوظ اكتر ما قرا ادب نجيب محفوظ، فده ممكن يبقى مفيد جدا لينا على الاقل. بس السؤال الاخير، السينما خدمت نجيب محفوظ ولا نجيب محفوظ هو اللي خدم السينما؟ هو الخدمة متبادلة، مش بس نجيب محفوظ ولكن كل الأدباء زي إحسان قدوس، زي يحيى حقي، زي يوسف السباعي، يوسف إدريس، كل دول اشتهروا من خلال السينما وقدموا للسينما أجمل ما عندها. يعني مثلا زي الحرام عند يوسف إدريس، زي مثلا بداية ونهاية توفيق عند نجيب الحكيم محفوظ، طبعا. توفيق الحكيم طبعا في أفلامه العديدة، يحيى حقي، أديله الدين مهاشم وما المهاشم. شابه. فهم كانت خدمة مزدوجة، وكان كل كتاب السيناريو والمخرجين بيقول لك إحنا إيه لازم نطال إقامة هذا الكاتب. وأنا كان أبويا بالروحي كمان عطية، وكان دايما في كلامه معايا يفخر بشدة إنه عمل قنديل أم هاشم، رغم إنه عنده 24 فيلم تانيين، لكن إيه يذكر بقنديل أم التحفة هاشم السينمائية. تحفة السينما. فأنا الاتنين بيخدموا بعض يعني زي المراية، كلاهما بيوضح الصورة للآخر، وفي النهاية إحنا كنقاد أو كمتفرجين بنبقى ربحانين دايما. أكيد. الأستاذ الناقد والكاتب الصحفي الأستاذ محمود قاسم، عمل أعتقد كتاب متميز جدا، هو خلاص نزل في الأفلام موجود موجود. نجيب محفوظ بين الفيلم والرواية، عمل متميز، يا ريت شكرا تتابعوه. جزيلا استاذ شريف، محمود قاسم نورت، ميرسي جدا، انا بشكرك. شكرا. ويعني مأوية نجيب محفوظ هي كانت فرصة إن احنا نعيد اكتشاف كاتب عظيم بحجم وقامة الأستاذ نجيب محفوظ. هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا.